واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة ان شاء الله. المهم الخوت، كما كتشوفوا دابا راه حنا في البلاد والطبيعة هنا يا سلام، و كما كتشوفوا دابا راه وصلت الخريف، مابقاش هذيك الطبيعة اللي مابقاش ديك الخضورية بزاف. وكما كتشوفوا دابا راه هادشي هذا ولا كيقنض الخوت، والله الا بصح الصراحة هادشي هذا راه حنا باغيين نبدلو البلاصه ان شاء الله حتى يكونوا الطبيعه ان شاء الله، وديك الساره غادي نرجعوا ان شاء الله. المهم الخوت، الحمد لله وصلت 1000 مشترك، وشكرا بزاف الناس اللي دعمونا والناس اللي متبعينا، وكنشكركم بزاف. المهم راه البلوغ هذا راه من ايتبوك، مازال الخوت كما كتشوفوا دابا راه وصلنا واحد البلاصه زوينه يا سلام. وهنا راه كاين الواد لتحت كما كتشوفوا دابا، راه الواد كاين لتحت كما كتشوفوا دابا الخوت. هذا جيت امارين، ها هي راه زوينه بزاف، هي جيت امارين دابا راه كاين هنايا. اللي عجبت هاد الجيت هذا راه كطلع بالطبيعه بزاف، هي شوفها دابا راه هي كطلع بالطبيعه، وهي جيت اللي قلنا لكم راه يا سلام راه شي حاجه واعره بزاف. كتشوفوا الخوت دابا راه الواد اللي قلنا لكم دابا هو غادي نوريها لكم، ها الواد، وهي جيت كما كتشوفوا، او هي جيت اللي كان اللي قلنا لكم راه كاينه لهيه. المهم دابا راه غادي ندوركم هنايا وصافي، راه داكشي اللي كاين الخوت. وكنتمنى يعجبكم هذا المحتوى اللي كنديرو، وهذا البلوغات، وان شاء الله راه باقي البلوغات ديال اللي غادي يعجبكم الخوت. راه دابا راه غير البدايه هادي الاخوان ديالنا، ملي كندير الفيديو انا كنرتاح، والله الا كنرتاح بحال الا كنهضر معكم، عزيز عليا غير ندير الفيديو باش انني نفرحكم الخوت، وتشوفوا معايا شي طبيعات، وتشوفوا معايا بزاف ديال الحوايج اللي غيعجبكم الخوت. كما كتشوفوا دابا راه اليوم كاينه المغرب واسبانيا، وكنتمنى المغرب التوفيق، وكنتمنى اليوم الفوز ان شاء الله. راه قال لك باش توصل صعيب، ولكن تصبر غتوصل، داكشي اللي كتمنى وداكشي اللي كتحلم به راه غادي توصلوه ان شاء الله، غير تصبر وتخدم وتقاتل راه غتوصل داكشي اللي بغيتي. وان شاء الله راه كنتمنى للجميع التوفيق، وكنتمنى لهم حتى هما النجاح ان شاء الله. وشكرا بزاف الناس اللي متبعنا، والناس اللي كتبروا فينا، والناس اللي شجعنا، وكنشكرهم بزاف بزاف. المهم الخوت، هنا غادي تسال البلوك ديالنا، كنتمنى من الله يعجبكم الخوت، وشكرا بزاف بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى المنتخب الفوز ان شاء الله. وشكرا بزاف الخوت، الا عجبك هاد البلوغ هذا ما تنساش تخليك معاك واحد اللايك، وتابونا في القناة باش تفعل دير الجرس باش يوصلك اي جديد ان شاء الله، اي جديد عملناه ان شاء الله. وشكرا بزاف بزاف، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، راه كنتوجدو في واحد البلوغ اللي عجبكم بزاف ان شاء الله. وشكرا.